مثل السليبرتيز الكبار. اليوم بتشوفي وحده طالعه ونازله وشوبينج وكذا، تلاقيها تين ايجز صغار بيتمنوا يكونوا مثلها. اوه بس مش كل شيء بتشوفوه على السوشيال ميديا هو ان ريل لايف. هيدا الشغله لازم تعرفوها. سؤال اليوم، شو اكتر كاركتر بموت فيه بفريندز؟ اكتبوا لي تحت بالكومنتس لتربحوا هالتيشيرت. رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. وسؤالنا لليوم او حوارنا لليوم، ليش انا طالع مثل قاعد بالتلفزيون تبع المذيع لبين المذيع؟ اوكي، نشرة التأس اليوم، التأس شو بيقولوا؟ بالساعة 2 بينزل مطر كتير. كملي يا عمي يلا روح. يا حياة قلبي، يا حياة قلبي، شوفي شو هالتيشيرت. هاي يا حياة قلبي، حياة قلبي. ديت ديت مع الستيك، ستيك ودرينك. يوم اللي عملوا التيشيرت لانه الشخص كان يعمل هيدي مهضومه على فكره، قعدنا كتير على هيدا التيشيرت لسويناه، شرحنا له الجاي اللي سوى الالستريشنز امريكان بكاليفورنيا، فطبعا ما بيفهم عربي، ما عارف الكلمات، ما بيعرفني، فكان عم نشرح شو يعني يا حياه قلبي، فشرحت له اياها ان فيري رومانتك واي وكيف وهيك، فرسم لي الستيك هيك وحط لي واين وما واين وورد وكذا. قلت له واو وين رايح يا صاحبي؟ يعني والله العظيم قلت له شو؟ قلت له غيري يا جوس، جوس منيح او سباركلينج ووتر، نشرب سباركلينج ووتر، روحي عطينا. مدام اليوم عم نحكي عن يا حياة قلبي وعلى اللوف وهيك، خلينا ندخل على موضوع اللوف. يا حياة قلبي لحظة فاتت فيي قاعدك انا ندخل ما عم نحكي طبعا اللوف لايف ما ايه تفضلي. ندخل الموضوع انترستينج. او شوت الكابلز على السوشيال ميديا، شو رأيك بطريقتهم هلأ nowadays كيف they overshare everything؟ أو do you see it أصلاً oversharing ولا شيء طبيعي؟ لما نشوف إحنا اليوم يوتيوبر بيطلع من أول ما يفيق لحد ما ينام بفرجي كل حياته. أوكي، ما احتراماتي لكل الكابلز وما احتراماتي لكل السوشيال ميديا، بحترم كل العالم شو ما يكون الكونتنت تبعهم، كل واحد حر بالكونتنت تبعه. يعني أنا من الأشخاص اللي ما بنتقد حدا أبداً أبداً، وبعتبر كل إنسان عنده كونتنت he create of his own. ولا مرة بفوت على حدا وبقول له أنت منيح ومش منيح، مع إنه بفوتوا كتير لعندي على تيك توك وبيسبوني وبيحكوا كلمات مسج، وليك على التيشيرتات، لك يا جماعة، لك يا جماعة أنتوا فاضيين البيت؟ معقول واحد بفوت على تيك توك وأنا حاطط عن التيشيرتات بيقول لي أنا لو بالزلط ما بلبسها؟ طب ما تلبسها ولو خيي، أنا مش طالب منك تلبسها ولا تفعلها. بالعكس هذا أنت يعني وعلا. يعني بس إنه فاضي البيت مهم، حتى ما تضيع ولا العظيم فاضي دي خي ما تلبسها مهم. تعبنا كتير لطلعت معنا هالكولكشن، ففعلا عن جد انه مش شي بيطلع هيك، ما في شي اليوم بيطلع هيك وبسرعة ويلا انا بدي اعمل تيشيرت وحطها ويجي واحد يرسمها ويكتبها. لا، هيدي مرسومي لاير باي لاير. قد ما اشرح اللي بيعرف بالارت وهيك he can appreciate. ونرجع لموضوعنا الكابلز على السوشيال ميديا. I love the couples on social media. في couples بعقده، في couples كتير مهضومين، في couples كتير حلوين، بس it gets too much. أنا اليوم ما بعرف، أنا ما في share لا كل حياتي، ما حشي share حياتي الخاصة العائلية مع الناس. طب ولو ما بقى في شيء لإلي برايفت ولا شيء، من وقت ما فوت على الحمام وروح على الشاور واكل واشرب ومين صاحباتي واطلع وانزل وكافري ليتل ديتيل، ما انا وانت وعادية على السوشيال ميديا ما بيتركوكي. بس هم بالنسبة لهم انه هذا كونتنت، يعني اي شيء بيصير معهم، ابنه استفرغ، ابنه راح على المدرسة، هذا بالنسبة لهم كونتنت. اوكي، انا بالنسبة لإلي انا هذا بعتقد too much, it's very exaggerating a lot. يمكن هذا كونتنت ناجح، يمكن في ناس عندها الوقت لتقعد تعمل وتتفرج على هيك، بتحب هيك كونتنت، هيدا الكونتنت تبعهم. I appreciate that content. في عندهم audience، لو ما عندهم audience في audience وهالكونتنت ناجح كتير. جدا 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 ناجح، كتير ناس بتحب هيك، ناس كتير بتحب تتفرج على البرايفت لايف، لكن ناس انفسهم هن كيوريوس، بحبوا يشوفوا اللايف تبعك، بحبوا يشوفوا اللايف كيف، بحبوا يعيشوا اللحظات اللايف تبعيتك بلا ما يعرفوك. هلا هي صح ولا غلط؟ مثل السليبرتيز الكبار، اليوم بتشوفي وحده طالعه ونازله شوبينج وكذا، تلاقيها تين ايجز صغار بيتمنوا يكونوا مثلها. اوه بس مش كل شيء بتشوفوه على السوشيال ميديا هو ان ريل لايف. هيدا الشغله لازم تعرفوها يا جماعه، نحن اليوم على السوشيال ميديا وخاصه الجيل الصغير. بليز بليز، مش كل شيء بتشوفوه على السوشيال ميديا من بعض الاشخاص هو صح، لا، وي تراي اور بيست نفرجي قد ايه نكون نحن اورجانيك ونكون نحن مثل ما نحن. انا بحكي عن حالي، انا شخصيا ما بحب غير مثل ما بتشوفوني برا، مثل ما بتشوفوني على السوشيال ميديا. نرجع لموضوع الكابلز، هل هو صح؟ هل هو هيك فعلا؟ ما بعرف. هل هن they sharing everything just for the sake of people to see the content، او هل هن حياتهم هيك كمان؟ ما بعرف. هل بتعتقد انه هم they pretend او بيمثلوا هيك من بعض المواقف؟ يس، من بعض الاشخاص الكابلز اللي شايفها 100% they pretend. absolutely. مثل شو؟ يعني انا اليوم في بعض المواقف بلاقيها بين المراه والرجال، طيب بتحسيها انه staged، بتحسيها انا هلا بدي اقول لك تعمل هيك هيك لانه نحن حنصور هيدا السين. طب ما مش معقول كاميرتك جاهزه وطلع معك السين هيك
دغري. طب كيف يعني؟ ما اذا انا عم صور اشياء عم it happens, the camera has to be rolling 24. If it's live rolling 24 بفهم, بصير معك مواقف, بصير في معك شيء بتعلق إيه انت وهيدا اوكي, بس لا, انه في شغلات ما بتتقبل, في شغلات مش منيحه للمجتمع, في شغلات مش معقول انا اعمل شيء لخلي ناس تلحقني وفولورز وكوز ا بيج ايشو ان ذا كوميونتي, وعندنا اطفال واولاد عم تتفرج على هيك محتوى. حرام, عيب عيب. خلي محتوانا يكون كلاسيك لكل العالم تستفيد, بغض النظر هن لوين متجهين وكيف. لا, في شغلات مش مقبوله كتير من كابلز, مش مقبوله, بس في ناس بياخذوها بطريقه مختلف تماما, بيعملوا بيرسونا او شخصيه ومسلوها, بقول لك انا ما مش ضروري انه بحكي لك انه هاي حياتي, كله تمثيل بتمثيل. طيب بس they show it as انه we are couples وبلا. طيب وعالو, هل بتعتقد هاي الطريقه اللي انا بدي اعمل بيرسونا وانا امثل هالتمثيل وهالعالم والاجيال اللي عم تتفرج تاخذ قدوه من هيك, مش حياة, مش حرام؟ طب نحن شو عم نعطي؟ على حسب الكونتنت كمان, مش أكيد. كله حيكون سيء. ايه انا ما اقول سيء, انا اقول بعض الناس وبعض الكابلز وبعض بس المواقف. بس متى بصير سيء؟ بصير سيء لما نصير ننشر غسيلنا لبرا. صح. يعني انا اليوم نحن كابلز في مشاكل, في اشياء منيحه, في عشرة, في عشرة عمر, في كل العالم عنده مشاكل. ما في بيت اليوم ما في مشاكل, ما في بيت ما في قصص, ما في بيت ما بيعلق وما بيتفاهم وما whatever. طب أنا لما يكون كل شيء منيح بفرجيه للعالم وبحكي عنه, جوزي ولا مرتي, مرتي ولا جوزي, ممكن لا. بس ليش لما يصير شيء كتير قوي بين اتنين, يا كل واحد منهم بيطلع بيفتح الدنيا كلها, أو واحد بتطلع بتفضح أو هو بيطلع بيفتح, اللي متأثر أكتر. طب ليه؟ طب ما ليش ما منخلي اللاندري تبعنا ببيتنا؟ إذا قادرين نحله منحله, وما نحل بس ما بطلعوا لبرا. طب ما في ناس حتنتقدني, في ناس حتشوفني, في ناس حتطلع علي. طب إذا الناس مش عارفة كمان حتعرف إنه هل أنا عم بوجه رسالة لشوفوا جوزي إذا هيك, أو عم بوجه رسالة شوفوا مرتي كيف هي؟ لمين عم بوجه رسالة؟ لمين عم فرجي أنا؟ أنا اللي منيح وهي اللي مش منيحة, ولا هي اللي منيحة وأنا مش منيح؟ كمان انا شو عم بحاول اعمل؟ هلا في ناس بياخذوها بطريقه تانية, انه هم هدول السليبرتيز او اليوتيوبرز او الانستغرامرز بكونوا متعودين تو شير ذس وذ ذير اودينس, فهم اخذينهم كانه اصحاب. فانا راح مثلا حدا عمل فيني شيء بروح بحكي لهم دايركتلي. اصحاب 3 مليون 4 مليون صاحب اكزاكتلي exactly. 5 مليون واحد صاحب عارف انه انا علقت انا ومرتي, ومرتي طلعت ما بتسوى ومرتي ما بعرف شو عملت, او انا علقت انا وجوزي, جوزي طلع ما بيسوى وجوزي بيطلع مش منيح, إن كان شاب ولا بنت, ولو إنه كمان يمكن تصير, يمكن من أهره أو من أهره أو whatever, أو يمكن she's depressed وبدها تطلع. خلينا نحاول نحصرها شوي, إنه ما نفرج البابليك كل شيء. وباي ذا واي كتير صارت ليتلي, كتير كتير, كتير. يعني الدكتور. أنا في كمان هيدا اللي بيقهر, إنه في ناس بنحبها, في ناس بنحترمها, في ناس بنحب الكونتنت تبعهم, نتأسف إنه نشوف هيك شيء صار وهيك شيء طلع على العلن. وسبيشلي كمان لما كابل يبلشوا مع بعض وينشهروا مع بعض, فبتكون صعبة كتير حتى على المشاهد, إنه صعبة على المشاهد لأنه تعود. بالضبط. والمشاهد تعود على اثنين نموذج, فجأة هالنموذج ما عاش نموذج. فأنت كمشاهد تطلع, طب يعني أنتوا كنتوا عم بتمثلوا ولا كيف؟ صحيح. كيف كنتوا هالنموذج الرائع بعدين صرتوا أبدا مش موجودين؟ شو ما يكون المشكل, بعتقد 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 ما لازم يطلع على الببليك كبير. انا هيك بعتقد. هلا يمكن اكون غلطان, هيدا رايي انت على فكره, لحظه, هيدا رايي الشخصي المتواضع. هو صح هو غلط, لا, كل انسان عنده رايه, وانا بحترم اراء العالم كله, فهيدا رايي, فاعذروني. وانا بحس كمان انه لو الكابل هم بلشوا let's say اي سوشيال ميديا مع بعض, كتير صعب انه يكملوا بالسوشيال ميديا بعد ما يفترقوا. صحيح, لانه هم they were introduced to social media بهالطلة انه couples ومع بعض وحبوا بعض, لما ينفصلوا راحت القيمة اللي الناس متابعتهم عشان هي. طبعا ما انت اليوم عندك كيمي, كنت عم تشوف اثنين مع بعض couple, صار هو لحاله او هي لحالة, الكونتنت حيتغير, طريقة الحكي حتتغير, ويمكن اثنيناتهم ما يطلعوا يكملوا, ويمكن حدا منهم يكمل ويشاين, فما فيك تعرفي. yes it is hard, it's not easy, وان شاء الله ما بتصير مع حدا, وان شاء الله ما حدا يعني بيصير, وان شاء الله ما حدا بيطلع على العلن, ما منريد الشيء مش منيح لأي حدا. بس انه للأسف بعتقد كمان الدراما الزيادة العالم بتحبها, بعتقد الدراما الزيادة بتوصلك أسرع, بعتقد انه في شغلات بالمجتمع الناس بتحب مثل ما قلت تعرف عن حياتك الشخصية أكتر وأكتر, whether you like it or not they want to dig in. طيب based on that, إذا أنت غيرت الكونتنت تبعك وصرت لايف ستايل وصرت يوتيوبر وصرت تنزل أشياء عن حياتك الخاصة وعن مشاكلك وعن قصصك وعن الأشياء اللي بتصير معك كل يوم, هل بتعتقد أنه بتكون مشهور أكتر بكتير؟ ممكن إيه,
يمكن افكس يمكن بصير مشهور كتير كتير. انا عندي قصص وعندي شغلات وعندي 100 شغله وعندنا حياة، كل واحد منا عنده حياة، بس في شغلات ما في طلعها. في شغله انا ما بحب طلع ماي فاميلي اون سوشيال ميديا، انه ماي فاميلي از ماي فاميلي، ماي فاميلي از نوت غانا بارت اوف ذا سوشيال ميديا، ام اون سوشيال ميديا، بس انه مش لازم انا الفاميلي وكل الدنيا تعرف. اه طلع ماي داد، طلع ماي سن ا ليتل بيت، هيك شوي هون شوي هون، بس مش انا عاملها 24/7 انه ذاتس ماي لايف. يمكن لو انا عم بحكي لايف ستايل، حتى لو لايف ستايل، طب ما في انا كمان طلع ابني وبنتي ومرتي وجدي وستي والعالم فيك كله. فيك تطلعهم مثلا زي ما انت بتعمل عاده على الخفيف، هيك اشياء تيشيرت على الخفيف كمان جاهزي. اه بس مش بطريقه انك مثلا تحكي عنهم وعن شو بيصير معهم وبحياتهم الشخصيه. لا كمان كمان اليوم في برايفسي يا جماعه، وين البرايفسي؟ ولو ما بقى في برايفسي، ما هيك اهالينا ربونا شويه برايفسي، ما بعرف فقدناها كليا. انه اتس نايس تو شير، وود لاف تو شير وذ ذا فولورز اباوت ايفرثينج، بس كمان سام فولورز ما بدهم كمان يعرفوا ممكن عن حياتك. لها سعر فراس بالنهايه، إيه؟ بقلها سعر، السعر هو اتنشن وفلوس، إيه؟ الناس اللي حابب بهذا الموضوع، إيه اللي حابب، إيه مزبوط. يعني ليتلي صار في كونتروفيرجن سيتويشن بلا ما نسمي اون بابليك، يعني ولو كل واحد منهم عنده 5 و10 مليون، ولو عيب. بس اذا انا بدي اطلع على المصاري وبدي اطلع على الفولورز، بعدين شو نوعيه الفولورز؟ انه اثنين علقوا مع بعض فبزيد الفولورز تبعهم لحتى نشوف لوين واصلين، لوين بدي نروح، ما حيتركوا بعض وكل واحد حيروح بطريقه او وات ايفر. انه لوين؟ شو بدي اسمع انه هي صرخت وهو صرخ وبهدلوا بعض؟ That's what I'm looking for. Sorry يعني مع احتراماتي للكلمة. بتعرف انه في كومبانيز مختصة بهالموضوع؟ بعرف. في كومبانيز بتيجي بتحكي مع هالانفلونسر انا بزيد لك فولورز بطريقة المشاكل، بخلق مشكلة معك ومع هالانفلونسر الفلاني عشان اخلق لك هالجو للناس تعرفك وتعمل لك فولورز. للاسف هيدي الدنيا اللي احنا عايشينها. Yes. للاسف في ناس بدها تستفيد. وفي كثير ناس ما بتعرفها. إيه؟ للأسف ونحكى معنا إنه تعا let's do 1 2 3، هيك بصير عندك دراما، عندك شيء، العالم بصير تابعك أكتر. تابعني أكتر من ورا شو؟ كذب أنا على العالم لطلع لهم ستوريات مش موجودة بالأصل؟ سوري لا. لو حكوا لك بتقدر to go dinner مع 3 أشخاص، بس هدول 3 أشخاص cartoon characters، ناس مش حقيقية، مين هم؟ Ninja Turtles. بحب النينجا تيرتلز والله. طب اي واحد من بيوري ممبر؟ رافاييلو. all of them. مايكل انجلو. مايكل انجلو رافاييلو. و what's the third one؟ I love نينجا تيرتلز. عم جد. وعدنان ولينا بحبهم كتير. I'm sorry بس انه بحضر عدنان ولينا. طيب اذا انت كنت قاعد مع عدنان ولينا شو بتسألهم؟ اوه ماي جاد. كيف بصيد السمكة؟ كيف بيتنفس 40 ساعة تحت الماي؟ يا عدنان على فكرة I like عدنان for some reason. والله since I was a kid he's cute character the way things goes how he I mean he deal with everything it's cool. حاضر friends. حاضر friends. oh my god بس أنا ال king of friends. ال king of friends مش مقفى ولا شو. أنا حاضرهم كله. لو كنا بأمريكا وكنت عايش هناك part of the college life كنت كل يوم ما أقفي ولا أبسود. Ask my brothers كلياتهم بيعرفوا إنه I'm a big fan of Friends. حتى رحت على نيويورك مطرح ما الفاونتين و I went to the studio. I saw the studio. I love them. They're pretty cool. ربينا عليهم. Sorry يعني أنا جيلي شوي قديم. I love Friends. ما بعتقد يعني في حدا يمكن مش حاضر. I watch every episode. الفينالي كان amazing. طبعا هيدي اللي كنا عم نحكي عنه. What you see as friends. كل العالم as teenagers و college تأثروا كلهم بدهم هالحياة. مش مصبوطة. I tried to work it out by the way. وجبنا apartment وسجلنا apartment وحطينا الكاوتش هيك وكنا نقعد وكذا. It doesn't work. والسؤال هو إيه؟ إذا كان في راس كزمة بي friends yeah. أي شخصية حيكون؟ جوي. That's so you. جوي. How you doing? Oh my god, you guys والله ترجعيني لورا. We used to walk down there هيك. How you doing? With an accent. Ooh, the how you doing شو كنت تعمل؟ تعمل كتير شغلات. جوي my man. Thank you so much for this. Thank you لإلك. Thank you guys. رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم يا رب الصحة والعافية ونشوفكم بالحلقة اللي بعدها. رمضان جانا